إذن جولتنا الميدانية مستمرة، وهالمرة راح ناخذكم إلى منطقة صليبية وتحديدا إلى جراجات السيارات، حيث تقوم الفرق التابعة لوزارة التجارة والصناعة بحملتها التفتيشية الأولى على هذه الجراجات بالتحديد. الحملة تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك. نعم، الحديث أكثر طبعا عن هذا الموضوع ينضم إلينا من منطقة صليبية زميلنا نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت. صبحك الله بالخير نواف. بما أن أيضا هذه الحملة التفتيشية الأولى على جراجات صليبية، تايرها صوب، تدري الصيف جاي، تواير نبي تواير، نبي شيء زين مرتب، إذا لك خبرة تطلع لنا فائدة شيء. صباح الخير نجيب، وصباح الخير مشاهدينا الكرام في برنامج العالم هذا الصباح في تلفزيون دولة الكويت. مثل ما تفضلت، احنا موجودين في صناعية الصليبية، وهذه الحملة التفتيشية لوزارة التجارة والصناعة. وزارة التجارة والصناعة حقيقة هي شغالة من زمان على موضوع الجراجات وغير الجراجات، ولكن احنا نتكلم على العودة مرة أخرى في المرحلة الآن، في هذه المرحلة مع بدء الصيف، هي الحملة التفتيشية الأولى وتمهيدا لإحنا دخولنا الصيف. أما نتكلم على التواير، مثل ما قلت يعني فصل الصيف في استهلاك التواير، ما شاء الله أنت نجيب يعني كل أربع شهور تبدل تواير الوانيت، بس تواير ترى رخيصة الحين لا تحاتي. بالنسبة لحملة وزارة التجارة في صناعة الصليبية، يسعدنا أن يكون معنا الآن الأستاذ حامد الظفيري رئيس فريق الطوارئ في وزارة التجارة والصناعة، وحول هذه الجولة التفتيشية. أستاذ حامد صباح الخير، شكرا لك على تواجدك معنا، شكرا لفريق عملك، حقيقة ما تقصرون في هذا في درجة الحرارة الحين الصبح، بس واضح الحرارة والجراجات. نتكلم على عودتكم الآن بهذه الصورة، ما شاء الله فرق منتشرة على الجراجات في هذه الحملة التفتيشية، نبي نسلط الضوء حول جولتكم الأولى مع قبل أو بداية فصل الصيف. صباحكم الله بالخير، ونصبح على أخواننا المشاهدين الكرام. طبعا لله الحمد، اليوم مفتشين طاقم كامل تابعين من ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة. اليوم عندنا الخطة اليوم أن يطلعون جميع مفتشين بنفس اليوم اللي يصادف اليوم في جميع محافظات دولة الكويت على صناعية، يصير شغلهم اليوم كله على الصناعية، تفتيش على جولات تفتيشية على الصناعية. انت عارف موسم الصيف راح يكون مستهلك اللجوء الى الامر هذا في الصناعية، من ناحية التواير، الاطارات، من ناحية الغيار، فتبدأ بعض ضعاف النفوس في عملية الغش التجاري. فمثل ما انتم شايفين بدينا اول حملتنا اليوم هنا على محلات الاطارات. طبعا راح نتاكد من عمليه البيع اللي هو المحل للمستهلك، يبين عندنا المواصفات والمقاييس. مواصفات ومقاييس طبعا تحكمها في امور واجد، طبعا اللي عارفها اليوم مفتش يتاكد من عمليه التواريخ اللي على الاطارات، يبين هل ملتزم فيها ام انه قاعد يبيع اطارات قديمه زي، وهذا مخالف. طبعا البيانات موجوده اللي عنده معروضه، مثل ما انتم شفتوا اكثر من كم مخالفه حاليا تم عملها، وشغالين شباب مستمرين في العمل. استاذ حامد، رسالتك للمستهلك، والمستهلك اكيد راح يكون عون لكم. طبعا المستهلك نفس ما قلت بالسابق، اليوم المستهلك عندي اهم من عندنا احنا كمفتشين. المستهلك متواجد في جميع الاماكن، فهو قاعد يطالع شيء وينظر الى شغلات ممكن احنا كمستهلكين ما قاعد نطالعها. طبعا المستهلك في اي مخالفه او اي عمليه يشوفها انها غير صحيحه او فيها مخالفه، ممكن التواصل عن طريق وزاره التجاره، عن طريق الخدمات التي وضعتها الوزاره وسهلت فيها للمستهلك للتواصل معنا، مثل ما عندنا برنامج سهل، او عندنا برنامج او عندنا الخط الساخن 135، او الواتساب 55 135 135. ممكن المستهلك انه يشرح بس التفاصيل المخالفه، او يعطينا نبدا عن المخالفه وموقعها، وراح المفتش ياخذ بعين الاعتبار بالنوع الشكوى وراح ياخذ الاجراء. استاذ حامد الظفيري، كل الشكر لك على هذه الجوله وهذا الضبط وتطبيق القانون وتعاميم وزاره التجاره والصناعه، وايضا كل الشكر لفريقك وقواكم الله. شكرا لك. شكرا لك. الله يسلمك. نجيب، مثل ما تفضل استاذ حامد الظفيري رئيس فريق الطوارئ في وزاره التجاره والصناعه، حول بدايه الحمله التفتيشيه وزاره التجاره على جراجات السيارات،
هناك فرق أخرى في مناطق صناعية أخرى أيضا تقوم الآن بجولات وحملات تفتيشية على جراجات السيارات للتأكد مثل ما تفضل لبعض من تطبيق قرارات وزارة التجارة والصناعة حول ما يخص جراجات السيارات. وأنا حاولت إني ألقى لك ديسكاونت تواير حق الوانيت نجيب، بس مع الأسف لقينا هني بس تواير نسافات، ما أدري تبي ولا لا، أنت عاد عطني رأيك. لا إن شاء الله إذا أخذت نساف بلغتك إن شاء الله. مشكور نواف شراكي براسل تلفزيون دولة الكويت، والشكر موصول لضيفك الكريم، ونلقاك إن شاء الله في رسائل أخرى.